وليست هناك من حكومة يابانية حاولت إلغاء هذه الاتفاقيات في السابق. نعم. المشكلة الآن في اليابان أنها ظهرت بعد أن فاز الحزب الديمقراطي في بالانتخابات الأخيرة وطرح برنامجا جديدا منها إعادة النظر بالاتفاقيات العسكرية الموقعة بين اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكما الآن تفضلتم اكتشف قادة هذا الحزب بأن هذه بأنه من الصعوبة بمكان إعادة النظر بهذه الاتفاقيات. لكن أنا أعتقد بأن الأزمة الحالية في اليابان كشفت مجموعة حقائق. الحقيقة الأولى أن اليابان لا تزال تحت الاحتلال الأمريكي المباشر. نعم. فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية والسياسة الخارجية. وهذا أظهر أو برر وجود معارضة شعبية قوية للسياسة الأمريكية داخل اليابان. الحقيقة الثانية أن هناك أزمة حقيقية كشفت من خلال المشكلة الأخيرة، وهي أن النظام السياسي في اليابان لم يعد صالحا لكي يوازي القوة الاقتصادية الهائلة لليابان. لا بد من إصلاح النظام السياسي. من الصعب أن تكون اليابان قوة اقتصادية ثانية في العالم وخاضعة في جميع المجالات للسياسة الأمريكية التي تعاني الآن أزمات في كل أنحاء العالم. أنا أعتقد بأن المواجهة الحقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الياباني كشعب الآن قد بدأت الآن، وأن استقالة رئيس وزراء اليابان الحالي وإرغامه على الاستقالة بسبب فشله في تنفيذ وعوده بنقل القاعدة في أوكيناوا إنما هي بداية الشرارة التي ستشعل أزمة حقيقية على الأقل شعبية بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. دكتور خير الوالي، طبعا سأعود إليك في نقاط أخرى لها علاقة بهذه النقطة التي تحدثت عنها، ولكن أنتقل إلى دكتور جاد. يعني كنت تتحدث عن نقطتين أساسيتين، أولا بأن الحكومات اليابانية المتعاقبة هي مقيدة بهذه الاتفاقية، وبالتالي النقطة الثانية الانتفاضة الشعبية هي نتاج اعتبارات بيئية وسلوكية القوات الأمريكية الموجودة بأوكيناوا. هل فعلا بدأت يعني اليوم الانتفاضة الحقيقية في ظل ما يقال بأن اليابان ما زالت تحت الاحتلال الأمريكي؟ يعني الوجود العسكري الأمريكي في اليابان أثار مشاكل ضخمة، سواء كانت مشاكل بيئية أو مشاكل اجتماعية وسلوكية. أساس أنه ليس من حق اليابان محاكمة العسكريين الأمريكيين الذين يوجدون في هذه المنطقة، وسبق أن شهدنا حوادث كثيرة ارتكبها جنود أمريكيون ولم تتمكن اليابان من محاكمتهم، وقد أثار ذلك الكبرياء الياباني وخرجت أكثر من مظاهرة تطالب بالتخلص من القواعد العسكرية الأمريكية. هناك مطالب شعبية في أوكيناوا وغيرها للتخلص من الوجود العسكري الأمريكي، لكن على المستوى الرسمي الحكومات اليابانية ليس بمقدورها حتى الآن التخلص من هذا الوجود العسكري الأمريكي لسبب رئيسي، هو أن اليابان وهي الاقتصاد الثاني في العالم لم تمتلك قوة عسكرية حتى الآن تمكنها من الدفاع عن نفسها وتعتمد على المظلة العسكرية الأمريكية. إذن هناك فجوة ما بين، ولكن دكتور جاد يعني المعارضة في اليابان تقول يعني بأن اليابان يستطيع أن يحمي نفسه، يمتلك جيش قوي ولا ينقصه سوى المظلة النووية. حتى الآن يمكن لليابان، اليابان دولة متطورة تكنولوجيا متطورة للغاية، وبالتالي لو أرادت امتلاك أفضل أنواع السلاح في العالم وتصنيعه وليس استيراده ستتمكن من ذلك في غضون فترة زمنية قصيرة. واليابان ليست هي الاتحاد الأوروبي، اليابان دولة واحدة. نعم. حضارة واحدة، ثقافة واحدة، لغة واحدة، وبالتالي تستطيع اليابان أن تمتلك ما تشاء من أسلحة. لكن على المستوى الاستراتيجي حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها عدد من الدول الغربية لم تسمح للدول التي هزمت في الحرب العالمية الثانية بأن تمتلك هذا النوع من السلاح أو تستطيع الدفاع إلى درجة تمكنها من الدفاع عن نفسها، وبالتالي تظل في حاجة للمظلة الأمريكية. والمظلة هنا تعني ممارسة قدر من الهيمنة والضبط
بدليل ان ان ان, أن الولايات المتحده الامريكيه تسقط رئيس وزراء وتاتي برئيس وزراء في دوله مثل اليابان وايضا المانيا، العلاقات ليست بعيده عن هذا الامر. طيب دكتور خير الوادي، هل يعني هذا ما تفضل به الدكتور جاد يعني يخرجنا بمعادلة بأن اليابان لا تستطيع أن تتخذ أي قرار سياسي أو سيادي على أراضيها، وبالتالي هي فاقدة لمبدأ السيادة بالمفهوم القانوني وحتى بالمفهوم السياسي؟ هذا نسبيا صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية تركت هامشا صغيرا للسياسة الخارجية اليابانية وحتى للسياسة الداخلية لكي تتصرف الحكومات اليابانية بقضايا لا تمس المسائل الاستراتيجية العامة والتوجهات الاستراتيجية العامة. أما في القضايا الاستراتيجية العامة فيما يتعلق بتحديد السياسة الدفاعية الخارجية أو امتلاك الأسلحة النووية أو حتى في القضايا الاقتصادية العامة أو مشاركة اليابان في يعني بعض الفعاليات الدولية العسكرية كالحرب في أفغانستان أو في مناطق أخرى، هذه كلها خاضعة لإرادة أمريكية. والدليل على ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت على اليابان تمويل جزء كبير من نفقات الحرب في أفغانستان، وفرضت على اليابان وجود جزء كبير من أي بعض قواتها في العراق وفي أفغانستان وفي مناطق أخرى، أو في تسيير على الأقل أساطيل دعم للأساطيل الأمريكية. فاليابان الآن للأسف ليست مستقلة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية العامة. أنا أعتقد بأن ما يجري الآن من أزمة سياسية في اليابان عقب استقالة رئيس الوزراء الياباني أو إجباره على الاستقالة سيؤدي إلى خسائر كبيرة داخل أو في إدارة السياسة الأمريكية في اليابان.